السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الحلوين، سنة أولى ثانوي، أهلا بكم. معكم مستر علي السيد. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح قواعد الوحدة الخامسة Future Forms، أشكال المستقبل. هنبدأ بالشكل الأكثر شهرة Will والمصدر. ما ننساش إن Will دايما بعدها Infinitive يعني مصدر. الاستخدام الأول لWill والمصدر للتعبير عن الحقائق المستقبلية خاصة بالأرقام، زي التعبير عن عمر الأشخاص أو الأشياء أو المباني أو المباني. مثال بيقول Next year my father will be 50 years old. السنة اللي جاية ده المستقبل. My father ده شخص، will be 50 years old هيكون عمره 50 سنة، فحقيقة مستقبلية بالأرقام. مثال بيقول This old building مثلا will be، سوف يكون 1000 years old، عمره 1000 سنة. يبقى المباني أو الأشخاص أو الأشياء. ونلاحظ إن دايما will في الحالة دي بعدها be، لأن العمر بياخد be. يعني هتقول I am 50 years old، I am 25 years old، دايما في verb to be. He is، يبقى دايما في verb to be، بس المرة دي هيكون be عشان بعد will في إيه يا شباب؟ في مصدر. يبقى كمان مرة will والمصدر أو الاستخدام ليها التعبير عن الحقائق المستقبلية خاصة عن عمر الأشخاص أو الأشياء أو المباني. طيب نيجي بقى للاستخدام رقم 2، القرارات الفورية immediate decisions التي تتخذ أثناء الكلام. وركز معايا قوي في اللي هقوله. القرار الفوري أو quick decision أو immediate decision أو on the spot decision، يعني القرار في نفس البقعة في نفس المكان هتقوم تعمل حاجة، يعني مش قرار مؤجل للمستقبل، لا ده انت هتقوم تتخذ القرار فورا وبتعمله. مثال The phone is ringing I will answer it. عندنا دلوقتي التليفون بيعمل ايه يا شباب؟ بيرن. طب ايه القرار اللي انا هعمله فورا؟ ان هرد على التليفون ده. عشان كده استخدمنا will والمصدر. كمان مرة ال immediate decisions او ال on the spot decisions او ال quick decisions لازم will والمصدر، والقرار ده مش مؤجل، لا ده في التو اللحظة. يعني نقدر نقول ان will والمصدر هنا تعبر عن مستقبل لحظي، مش بياخد وقت، في حاجة بتحصل فباخد قرار بناء عليها، يبقى will والمصدر. الاستخدام التالت العروض والطلبات اللي هي offers and requests. مثال I will carry the bag for you، ده بنسميه offer، يعني كده عرضت عليه. Will you bring me some tea، لو سمحت ممكن تجيب لي شوية شاي لو سمحت، يبقى ده اسمه request يعني طلب. يبقى في offers أو requests أو العروض أو الطلبات will والمصدر. طيب الاستخدام الرابع بنستخدم will والمصدر في الوعود والتهديدات. promise معناها وعد و threat معناها تهديد. مثال على وعد بيقول I promise I will buy you a laptop if you get the full mark. ده بنسميه promise، وعد. انا وعدك ان انا اشتري لك لابتوب لو انت جبت الدرجة النهائية، يبقى استخدمنا will والمصدر، خاصة في وجود كلمة promise يعني يعد. طيب مثال على التهديد study hard or I will tell your parents، ذاكر بجد وإلا سأخبر والديك، ده بنسميه threat يعني تهديد. الاستخدام الخامس لويل والمصدر تنبؤ دون دليل prediction without evidence، prediction without evidence. مثال I think it will be hot today، أعتقد إنها تكون حر النهاردة. أنا أعتقد إنها تكون حر النهاردة، مفيش أي دليل قدامي، يبقى ده تنبؤ دون إيه؟ دليل، إحساس منه مثلا، تمام؟ طيب بص على المثال اللي جاي ده وركز فيه قوي. He is clever, he will succeed. طيب هنا التنبؤ دون دليل، هتقول لي طب إزاي يا مستر وهو شاطر؟ He is clever، هو شاطر. بص يا شباب، الدليل في اللغة الإنجليزية معناها تغير موقف، يعني شيء مؤقت. الدائم لا يعتبر دليل، إذن الصفات الدائمة ليست إيه؟ دليل. والصفة الدائمة انه شاطر هنا، فده مش دليل، لكن لو تغير الامر وبقت شيء مؤقت يبقى ساعتها دليل، وده نشرحه بالتفصيل مع am, is, are, going to والمصدر. الاستخدام السابع لويل والمصدر في جملة جواب الشرط في حالة if الاولى. مثال على حالة if الاولى if you study hard you will succeed، أداة الشرط اللي هي if، ثم جملة مضارع بسيط، جملة مضارع بسيط دي في الجملة اللي بعد if على طول، ثم فاعل will والمصدر، فاعل will زائد المصدر ده في الجملة الرئيسية اللي هي المين كلوز، المين كلوز أو بنسميها جملة جواب الشرط.
يبقى كمان مرة، في جملة جواب الشرط أو المين كلوز في حالة إف الأولى بيكون في فاعل ويل والمصدر. طب الاستخدام الثامن اللي شرحناه بالتفصيل أساسا في الدرس الأول والثاني، في الجزء الثاني أو المين كلوز من جمل الروابط الزمنية اللي هي as soon as بمجرد أن، after اللي هي بعد، before قبل، until حتى، when وهكذا. بس بشرط الرابط ده، الرابط الزمني، يكون دال على إيه؟ على المستقبل. مثال بيقول after I finish أو have finished secondary school I will join university، يعني بعد ما أكون خلصت الدراسة الثانوية هنضم للجامعة. عندنا رابط زمني هنا after، ثم بعده يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا، وبعد الكوما في المين كلوز بيكون في أحد أشكال المستقبل أو أمر أو نهي، هنا بقى أحد أشكال المستقبل هو will والمصدر. طيب رقم 9 بيقول لك مع تعبيرات معينة تدل على إبداء الرأي أو التنبؤ أو التوقع بشرط عدم وجود إيه؟ دليل. إيه التعبيرات دي؟ زي مثلا expect معناها يتوقع، assume يفترض، be afraid يعني يخشى، believe معناها يعتقد أو يصدق أو يؤمن، think برضو معناها يعتقد، hope يأمل، certainly بالتأكيد، perhaps ربما، probably من المحتمل، sure يعني متأكد أو بالتأكيد. تمام كده؟ لما تلاقي على طول التعبيرات المعينة دي بس بشرط تكون دالة على المستقبل وما يكونش فيه دليل، يبقى فيه شرطين: تكون دالة على المستقبل، تنبؤ في المستقبل، إبداء رأي في المستقبل، توقع في المستقبل، وما فيش عندك دليل، على طول تستخدم will والمصدر. أمثلة بيقول لك he will probably pass the test، في المثال ده بقى تحديدا بيقول لك من المحتمل، من المحتمل في المستقبل، يبقى will والمصدر. ولاحظ ان probably ممكن نبدأ بيها الجملة، فنقول probably ال P طبعا capital وبعدها كومة، probably he will pass the test. طيب لو عندك توقع في المستقبل هتستخدم will والمصدر، زي المثال ده if I expect، او هنا I expect that Egypt will win، I expect انا اتوقع ان مصر هتفوز. طب لو انا متأكد في شيء هيحصل في المستقبل زي المثال ده I am sure انا متأكد، يبقى will والمصدر he will come ان هو هيجي. الاستخدام العاشر والأخير بيقول لك يمكن استخدام شل بدلا من ويل مع اي ووي، يبقى خلي بالك يبقى شل مش بتيجي غير مع الفاعل اي او وي اللي هو ضمير المتكلم. امتى بقى؟ في حالة تقديم الاقتراحات، دي اشهر واحدة، او الاستفسار عن الاوامر والتعليمات، وعند التصميم على عمل شيء، او السؤال المزيل، دي تاني اشهر واحدة. امثلة بيقول لك shall we go to the zoo، shall we go to the zoo ده suggestion يعني اقتراح، ما يلا بينا نروح الحديقة، بس على هيئة سؤال، يبقى استخدمنا shall. يبقى كمان مرة shall ما بتجيش غير مع I أو we فقط. طيب let's go swimming دي جملة خبرية، يلا بينا نروح السباحة، shall we السؤال المزيل بيكون shall we على طول، بس هنا بقى إجباري shall، يبقى في السؤال المزيل على let's دايما في shall، shall we أو shall I وهكذا. الشكل الثاني من أشكال المستقبل am is are going to المصدر، am is are going to ولازم مصدر بعدها. استخدام الأول حدث مخطط له عبارة عن نية أو قرار لحدوثه في المستقبل، خاصة مع تعبيرات زي intend معناها ينوي، واسمها intention يعني نية، وdecide يقرر، واسم decide decision يعني قرار، plan يعني يخطط أو خطة، make up mind تساوي بالظبط decide، أو أي تعبير يدل على نية أو قرار. طب مثال I have decided that I'm going to study hard، نركز الأول على المثال الأول، بيقول I have decided أنا بالفعل قررت، مضارع تام، هو لسه مقرر. تمام؟ وفرق بينها وبين القرار السريع اللي هو will والمصدر، القرار السريع أو الفوري تقوم تعمله، لكنها بيقرر ويأجل للمستقبل. I have decided أنا قررت that I am going to study hard، إن أنا ناوي السنة دي مثلا أذاكر بجد. عندك تعبير ده على قرار اللي هو have decided، يبقى لازم تستخدم am is are going to المصدر، الفعل هنا I وبالتالي am. ما تنساش إن going to بعدها مصدر. طب المثال الثاني بيقول he is going to buy a new phone as planned. As planned معناها كما هو مخطط له. تمام؟ عندك planned ده تعبير دال على ايه؟ plan يعني خطة، صح؟
وبالتالي going to المصدر، وقبلها يا am يا is يا are، هنا is طبعا عشان he. الاستخدام التاني بقى اللي هو عكس will والمصدر، كنا قلنا التنبؤ بدون دليل will والمصدر، لكن المرة دي التنبؤ بإيه؟ بدليل ملموس أو مرئي أو صفة مؤقتة أو موقف مؤقت، ده بنسميه prediction with evidence، يعني تنبؤ بدليل. أمثلة أقول مثلا the sky is really dark I think it's going to rain، عندي هنا دليل مؤقت اللي هو السماء دايما صافية بس النهاردة مش صافية، dark يعني إيه؟ يعني بها غيوم سوداء مثلا، وبالتالي في اعتقاد إن إيه؟ في اعتقاد جازم هنا أو مبني على دليل شايفه بعيني، وبالتالي going to المصدر. يبقى التنبؤ بدليل ملموس أو محسوس أو مرئي أو صفة مؤقتة يبقى على طول going to والمصدر. الاستخدام الثالث للتحذير من أشياء على وشك الحدوث، حاجة هتحصل خلاص، حاجة على وشك الحدوث. مثال بيقول be careful أو take care أو watch out أو look out the baby is going to fall، الولد إيه؟ هيقع. يبقى انا بنبه واحد خاصة مع التعبيرات اللي قدامكم دي اللي هي be careful او take care او watch out او look out، ودايما بعدها exclamation mark علامة تعجب، دايما الجملة اللي بعدها الحاجة اللي على وشك الحدوث هتبقى am is are going to والمصدر. رقم 4 تعبير غير شائع اللي هو الطموح المستقبلي future ambition، مثلا I am going to be a famous scientist one day، ده انا هكون ايه؟ عالم مشهور في يوم من الايام. الشكل الثالث لاشكال المستقبل future continuous المستقبل المستمر، ونحفظ تكوينه كويس جدا will be زائد verb زائد ing will be زائد verb زائد ing. المستقبل المستمر يعبر عن حدث سوف يكون مستمرا في وقت معين في المستقبل، يعني عندنا مستقبل اي كلمة تدل على المستقبل ولازم يكون في وقت معين، يبقى على طول الحدث ده سوف يكون مستمرا يبقى will be زائد ing. مثال I will be meeting some friends tomorrow at 7 p.m. عندنا الوقت المعين اللي هو الساعة 7 والمستقبل tomorrow، وبالتالي هيكون مستقبل مستمر will be زائد verb زائد ing. ومعنى المثال هكون بقابل بعض الأصدقاء بكرة الساعة 7، ده يفكرنا بزمن إيه؟ الماضي المستمر اللي أخدناه في الوحدة الأولى، نفس الفكرة تماما. الماضي المستمر كان يعبر عن ايه؟ حدث كان مستمرا في الماضي في وقت معين، صح؟ في الماضي في وقت معين، هي نفس الفكرة بس المرة دي مستقبل. الاستخدام الثاني حدث سيكون مستمرا أثناء وقوع حدث آخر، الحدث الذي سيكون مستمرا مستقبل تام، الحدث الآخر يا مضارع بسيط مع when مثلا أو مستمر مع while. طيب مثال While I am cleaning my room بينما أكون أنظف حجرتي علي will be doing his homework، علي هيكون إيه؟ بيعمل واجبه. الكلام ده برضو شرحناه بالتفصيل الممل في الدرس الأول والتاني، واتفقنا إن while بعدها شكلين، يا ماضي مستمر لو ماضي، يا مضارع مستمر لو مستقبل، والناحية التانية في الغالب هيكون will be زائد verb ing لو الحدث ده مستمر، لو لحظي يبقى will والمصدر، لكن هنا أداء الواجب ده مستمر يبقى will be doing. مثال تاني بوين بيقول when أحمد comes home I will be having my dinner، لما أحمد يرجع البيت وساعتها comes أو has come يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا، I will be having my dinner هكون ساعتها بتعشى أو بتغدى، حدث إيه؟ طويل I will be having. وما تنسوش إن have ما بتجيش في المستمر بمعنى يمتلك فقط، أي معنى تاني تيجي. الاستخدام الثالث حدث سيكون مستمرا كجزء من روتين، انت دايما بتعمل الروتين ده. مثال I will be seeing Fadi tomorrow I always meet him at work، الروتين اني دايما بقابله في الشغل فانا هشوفه بكرة، يبقى ممكن استخدم المستقبل المستمر وركز على الاستخدام الثالث كجزء من الروتين. مثلا ممكن اقول مثال تاني I will be seeing Ahmed tomorrow I always take lessons with him، ده انا دايما باخد دروس معاه، تمام؟ ده روتين بيحصل فاستخدمنا مستقبل مستمر. الاستخدام الرابع للتنبؤ بعملية أو ظاهرة مستقبلية والحدث ده سيكون سائد ومتعرف عليه في المستقبل، يعني مثلا in 100 years في خلال 100 سنة people will be suffering from fewer diseases، الناس ستعاني من أمراض أقل، يبقى عندك حدث هيكون سائد اللي هو ايه؟ التغلب على معظم الأمراض بالتقدم مثلا الطبي
فالحدث ده ما يكون سائد يبقى مستقبل ايه؟ مستمر. الاستخدام الخامس والاخير، مع روابط السبب والنتيجة اللي هي because او as او since، بمعنى لان، لازم يكون معناهم لان، لاعطاء مبرر لشيء في المستقبل. وركز على الاستخدام ده، هتتسأل فيه كتير. بيقول لك I can't meet you tomorrow، انا مش هقدر اقابلك بكرة. طب المبرر ايه؟ as I will be revising for exams، لان هكون براجع للامتحانات. تمام كده؟ يبقى حاجة هتكون مستمرة. من الاخر كده، المستقبل المستمر ده هترجمه كالتالي، حاجة هتكون مستمرة، هكون بعمل حاجة، هكون بعمل حاجة، ده اسم المستقبل المستمر، لازم تترجمه كده. معذرة، الاستخدام الخامس مش الاخير، عندنا لسه السادس والسابع. الاستخدام السادس بيقول ايضا يمكننا استخدام المستقبل المستمر للطلب المهذب، اللي هو polite request، طلب مهذب. مثال: Will you be using your calculator tomorrow؟ هو أنت هتكون بتستخدم الآلة حاسبة بتاعتك بكرة؟ طبعا هنا بيطلب منه ضمنيا كده، محتاج الآلة حاسبة بتاعتك. Will you be using your calculator tomorrow؟ يبقى الطلب المهذب polite request مع المستقبل المستمر. الطلب المهذب مستقبل مستمر. الاستخدام السابع: لا ننسى أي فعل حالة، سواء أفعال الحواس أو الإدراك أو المشاعر أو التملك، لا نستخدمهم مع أي زمن مستمر. وزي ما اتفقنا القاعدة دي موجودة مع أي زمن مستمر. عشان كده مثلا لو هقول at 7 tomorrow، عندك وقت محدد أهو اللي هو at 7، ومستقبل وقت معين في المستقبل، يبقى المفروض مستقبل مستمر. ولكن الفعل contain معناها يحتوي، ما يجيش في الاستمرار، ده فعل لحظي، فعل حالة، ما ينفعش يجي في الاستمرار. ما ينفعش أقول إن حمام السباحة سيكون عمال يحتوي، عمال يحتوي على شيء مش جاي، سيحتوي. يبقى ساعتها مش هنستخدم المستقبل الإيه؟ المستمر، لأن ده فعل حالة، وبالتالي هنجيب البسيط منه اللي هو ويل والمصدر. ننتقل بقى للشكل الرابع، المضارع المستمر present continuous، اللي هو تكوينه am is are زائد verb زائد ing. am is are زائد verb زائد ing. هو اساسا اصلا المضارع المستمر يعبر عن ايه؟ عن حاجه بتحصل دلوقتي. يستخدم زمن المضارع المستمر في الاساس للتعبير عن حدث يحدث الان، يحدث ايه؟ الان. ولكن يمكن استخدامه في المستقبل ليدل عن ترتيبات، خاصه مع التعبيرات زي arranged مرتب، made arrangements عمل ترتيباته، prepared جهز، وهكذا. خلي بالكم انا قبل كده كنت قلت لكم ان going to مجرد كلام فقط. طيب امال الافعال ايه؟ هي دي اللي هو المضارع المستمر present continuous. يبقى المضارع المستمر مش اقوال ولكن افعال. مثال بيقول we are traveling now، احنا مسافرين دلوقتي. we are on our way to Cairo، احنا في طريقنا للاسكندرية. يبقى يحدث الان حاجة بتحصل دلوقتي ان هو مسافر اسكندرية، ده اول استخدام ليه، حدث يحدث الان. طيب في المستقبل هيكون ترتيب مستقبلي زي المثال ده: We are traveling to Cairo at 5 tomorrow، احنا مسافرين للقاهرة بكرة الساعة 5. Everything is arranged، الجملة دي أهم العادة، Everything is arranged، كل حاجة مترتبة، وبالتالي استخدمنا arranged يبقى مضارع مستمر. يبقى أول استخدام للمضارع المستمر في المستقبل أحداث يرتب لها أو مرتب لها، مش كمان يرتب، ده مرتب لها، ترتيبات مستقبلية future arrangements. طيب المتحدث بقى لو ضاف خطوة اتخذها للترتيب للحدث ده برضه هستخدم مضارع مستمر. مثال: I'm watching the match at the stadium next Friday، أنا هشاهد الماتش في الاستاد الجمعة اللي جاية. وراح ضاف خطوة اللي هي I have already booked a ticket، بالفعل أنا حجزت إيه؟ تذكرة. الاستخدام الثالث: هناك أحداث مستقبلية من الصعب أن تكون قرارا مفاجئا، ويكون من المفهوم ضمنيا أنه تم الترتيب لها. يعني مثال بيقول Tomorrow I'm watching a football match with my friend، وعملية مشاهدة الماتش أكيد محتاجة تذكرة وحجز وهكذا، أنت رايح استاد صح؟ وبالتالي مفهوم ضمنيا أنك عملت الإجراءات اللي احنا قلناها من شوية اللي هي إيه؟ I have already booked a ticket. عشان كده استخدمنا مضارع مستمر. يبقى كمان مرة، المضارع المستمر في المستقبل ترتيبات، ترتيبات. طيب الاستخدام الرابع بيقول لكم مع روابط السبب والنتيجة اللي هي because أو as أو since، لإعطاء مبرر لشيء في المستقبل.
تقول لي يا مستر انا سمعت حاجه زي كده في المستقبل المستمر. اه ما هي نفس الفكره بالظبط. مثال: I can't meet you tomorrow as I am revising for exams. انا مش هقدر اقابلك بكره عشان انا براجع الامتحانات. اه يبقى I am revising او I will be revising، الاثنين صح تماما. يبقى في حالة إعطاء مبرر لشيء في المستقبل، المستقبل المستمر أو المضارع المستمر، الاثنين صح تماما 100%. الشكل الخامس المضارع البسيط الـ present simple، وده أبسط شكل. وما ننساش إن المضارع البسيط يتكون من I, you, we واسم جمع ثم مصدر فعل، أو he أو she أو it واسم مفرد s e s i e s. تمام؟ طيب بنستخدم أساسا المضارع البسيط ليعبر عن إيه؟ عن عادات وأحداث متكررة وحقائق وهكذا. لكن في المستقبل يعبر عن جدول مواعيد. جدول إيه؟ مواعيد، اللي هي time table. مثال: The course starts in October. My plane leaves at 7:30 tomorrow. بدأنا بالحاجة اللي في الجدول المواعيد اللي هو الكورس مثلا، الدورة التدريبية، أو plane الطائرة، أو train القطار وهكذا. دايما بعدها مضارع بسيط سواء باس او من غير اس، لان ممكن الفعل يكون جمع. يعني ذا كورس دي مفرد، لو قال ذا كورسز يبقى ستارت مش ستارتس. تمام؟ يبقى عندك ستارت او ستارتس، ليف او ليفز، تيك اوف او تيكس اوف، حسب الفعل مفرد او جمع. ولو جدول مواعيد يبقى مضارع بسيط 100%. طيب نركز كده على المثال قدامكم. وين اي جو هوم اي كول يو. عندنا وين دي بنسميها الرابط الزمني، الرابط الزمني قلنا بالانجلش اسمها conjunction او time conjunction. بعدها مباشرة بتيجي جملة الزمن او الجملة الزمنية او time close. time close بنقولها بالعربي عبارة زمنية، عبارة زمنية. الجملة اللي بعد الكما بنسميها main close. main close يعني العبارة الرئيسية، عبارة رئيسية. القاعدة بتاعت الدرس بتاع النهاردة هي تحديدا أهم نقطة في الدرس. القاعدة اللي أنا هكتبها دلوقتي لازم تحفظها زي اسمك. عندك رابط زمني، رابط زمني بيكون بعده على طول اللي هي في جملة العبارة الزمنية time close، بيكون يا إما زمن مضارع بسيط طبعا جملة، أو مضارع تام، يا مضارع بسيط يا مضارع تام. كمان مرة، رابط زمني الجملة اللي تليه على طول لازقة فيه على طول اسمها time close، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يا مضارع بسيط يا مضارع تام. طيب الناحية التانية بقى بتكون إيه؟ الاحتمال رقم واحد أحد أشكال المستقبل، أحد أشكال المستقبل. تمام كده؟ إيه هم أشكال المستقبل المشهورين؟ عندك طبعا will زائد المصدر، ده أول احتمال. عندك will be ing اللي هو المستقبل المستمر. عندك اللي هو am أو is أو are، طبعا زائد going، زائد going هنكتبها تحت، زائد going to زائد مصدر، كل ده معناه سوف. تمام كده؟ وهكذا. هناخد بالتفصيل الجزء الثاني من الوحدة الثالثة، أشكال المستقبل كلها بإذن الله. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في جملة المين كلوز، العبارة الرئيسية، يجي عندك imperative اللي هو الأمر، سواء مثبت أو منفي. احنا بنسميه بالعربي المنفي نهي والمثبت أمر. تمام؟ مفيش نهي في اللغة الإنجليزية، اسمها أمر مثبت أو منفي، ولكن احنا هنقربها بالعربي. طب ما ناخد أمثلة كده عشان نثبت الكلام ده مع بعض. after ده الرابط الزمني after. طيب عندنا بقى time close هتكون يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا. after I arrive، after I arrive، وزي ما اتفقنا ممكن تكون مضارع تام فتبقى have arrived، have arrived يعني بعد ما اكون وصلت مثلا البيت home. I'll لازم الكوما، الكوما إجباري خلي بالك منها. جملة المين كلوز العبارة الرئيسية بقى هتكون إيه؟ هتكون أحد أشكال المستقبل زي ما اتفقنا. I'll مثلا I will call you، هتصل بيك مثلا. ده مثال.
طيب مثال تاني للتأكيد، هناخد بالأمر أو النهي في الجزء التاني اللي هي المين كلوز. أقول مثلا when، الرابط هنا when I، أو خلينا نقول when you need مثلا، لما أنت تحتاج النصيحة when you need advice، لما تكون محتاج النصيحة call your father مثلا، اتصل بابا call your father، اتصل بأبيك. طيب ركزوا معايا بالله عليكم في الملحوظة اللي جاية دي عشان هتساعدكم جدا في الحل، هتحذفوا كذا اختيار بسبب الحتة دي. احنا قلنا ان الرابط الزمني ده اللي هو التايم كونجنكشن دايما بعده يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يعني اذا لا وجود لويل زائد اي شكل بعدها زائد مصدر بي اي ان جي هاف تصريف سلس وهكذا، مش موجودة إطلاقا، أهو بالأحمر مش موجودة إطلاقا. فلما تلاقي رابط الزمن بعده مباشرة النقط في الاختيارات will هتحذفها، أو going to وهكذا، بس اللي هي am is are going to بعدها مصدر هتحذفهم تماما، لأن بكل بساطة الرابط الزمني بعده يا إما مضارع بسيط يا إما مضارع تام،